للمزيد حول الأجواء العالمية ينضم إلينا في محلل الأسواق في سكاي نيوز عربية نور الدين الحموري. نور، يعني نتوقف مع الارتفاعات المتواصلة التي ما زلنا نشهدها في الأسهم الأمريكية، وهي ما زالت مستمرة بالتوازي مع ارتفاعات الدولار. نعم شكرا مايا، بالفعل شهدنا المزيد من الارتفاعات في كل الاسواق العالميه بما فيها طبعا الاهم كانت لدينا في الولايات المتحده الامريكيه خلال طوال جلسات الاسبوع الماضي، لكن الشيء كان الذي او الشيء المهم كان لدينا الاغلاق الاسبوعي كان عند اعلى مستوياته في التاريخ. مؤشر داو جونز بدايه اغلقنا عند 19152. الشيء المهم ايضا هو حتى انه كان لدينا انخفاض في معدل التداولات وفي الفوليوم او زخم التداولات الى ادنى مستوى منذ حوالي عامين، وذلك بسبب عطله عيد الشكر، لكن مع ذلك ايضا استمرت الارتفاعات بشكل متواصل. حتى كان لدينا مؤشر S&P 500 الذي ايضا وصل الى مستويات تاريخيه خلال الاسبوع الماضي، وصلنا حتى الاغلاق كان لدينا عند 2213 دولار. بالاضافه الى كل ذلك ايضا كان لدينا استمراريه حتى بنفس التحركات مع المؤشر العام للدولار الامريكي والذي مره اخرى استمر بالارتفاع، والشيء الاهم انه اغلق فوق مستويات اعلى مستويات تقريبا فوق مستويات ال 101 لاول مره منذ تقريبا حوالي 10 سنوات الى الان. الشيء الذي لا زال يدفع الدولار للارتفاع ايضا هو توقعات بان يقوم البنك الاحتياطي الفدرالي الامريكي برفع اسعار الفائده، والتي تعززت ايضا خلال الاسبوع الماضي بمجرد الاعلان عن ما يسمى بطلبات السلع المعمره الاساسيه وليس طلبات السلع المعمره العامه، لانها يتم فيها استثناء النفط او كل البضائع التي لها تذبذب عالي جدا. هذا الشيء الذي ادى الى ارتفاع هذه الطلبات للشهر الثاني على التوالي، هذا الشيء الذي لم نشهده منذ حوالي العامين، لذلك لا زلنا نشهد المزيد من الارتفاعات في الاسواق. نور، من أبرز يعني الأحداث التي نترقبها هذا الأسبوع اجتماع منظمة أوبيك، رأينا تراجعات الحادة في أسعار النفط بنهاية الأسبوع الماضي على خلفية الضبابية المحيطة بالاجتماعات. يعني بناء على التصريحات التي تصدر خلال اليومين عطلة الأسبوع، كيف برأيك نتوقع أن تكون الأسعار غدا الاتجاهات؟ اولا لدينا اجتماع سيكون يوم الاثنين، هناك لن يكون المملكه العربيه السعوديه وايضا الخبراء من روسيا لن يكونوا متواجدين في هذا الاجتماع. الجميع يتحدث عن احتماليه التوصل الى اتفاق، لكن من جديد هذا الشيء الذي لازلنا نسمعه منذ بدايه العام الى الان، هل سيتم التوصل الى اتفاق ام لا؟ لا يمكن الجزم في ذلك الامر، من الممكن ان نعود مره اخرى للحديث عن انه التفاصيل سيتم الاعلان عنها في اجتماع ديسمبر او حتى يناير المقبل، الذي هناك ايضا تقارير تشير لانه ممكن ان يتم تاجيله. خام برنت خسر خلال فترة نهاية الأسبوع أيضا من جديد حوالي 3%، أغلقنا عند حوالي 47 دولار للبرميل، لكن لازلنا أيضا في نفس النطاق الذي نتحرك فيه تقريبا منذ حوالي 5 أشهر، لازلنا ما بين مستويات 45 إلى 50. هذا أيضا بالرغم من أنه شهدنا حتى انخفاض مخزونات النفط الأمريكية خلال الأسبوع الماضي لأول مرة منذ 3 أسابيع بواقع 1.25 مليون برميل. من جديد ستبقى حالة عدم اليقين مسيطرة على الأسواق، يجب على أوبك بالنهاية التوصل إلى اتفاق، ولو حتى انه هذا الاتفاق يكون صوري للابقاء على الاسعار نوعا ما مدعومه عند او فوق مستويات ال 45 بالنسبه لخام برنت، لسبب مهم جدا انه الاسعار او الاسواق لا زالت تسعر احتماليه التوصل الى الاتفاق، فيما لو لم يتم التوصل الارتفاعات التي شهدناها طوال العام الجاري قد تكون مهدده بالخساره من جديد، وقد نعود مره اخرى والاسبوع المقبل فيما لو لم او الاسبوع الجاري فيما لو لم يتم التوصل الى الاتفاق، سنتعرض او ستتعرض غالبا الاسعار الى خسائر حاده جدا. هذا كل شيء لدي، عوده اليك مايا. نعم، مع زميل إذن نور الدين الحموري ننهي هذه الفقرة الاقتصادية.